نتواجد الان من امام ملعب السلام في العاصمه المصريه القاهره والذي سيحتضن بعد ساعات مواجهه المنتخب الوطني امام جنوب افريقيا برسم الجوله الختاميه من دورة المجموعات لكاس امم افريقيا 2019 مباراه مرتقبه سيهدي التعادل والانتصار النخبه الوطنيه التاهل للدور الموالي كمتصدر للمجموعه الرابعه بالنسبه للامور التقنيه فقد خاضت النخبه الوطنيه تدريبا اخيرا يوم امس شهد مشاركه جميع اللاعبين باستثناء غياب وحيد وهو المهاجم خالد بطيب المصاب أما في الجانب الجماهيري فمن المرتقب أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من الجانب المغربي وكذلك الجزائري الذي ستنطلق مباراته على أرضية نفس الملعب في نفس اليوم مباشرة بعد صافرة مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا كل التوفيق للأسود كانت معكم بعثة البطولة منصف عدي عماد الطالعي استاذ السلام القاهرة